تنطلبوا من المواطنين والمواطنات باش يلتزموا البيوت ديالهم وباش يلتزموا بالقرارات اللي تتصدر على الدولة. وهذه القرارات كلها تتصب في المصلحة ديال المواطنين والمصلحة ديال البلاد ديالنا باش ما ينتشرش هذا الوباء. كيف ما اليوم صدر قرار على السيد وزير النقل واللوجستيك والماء لتمديد فحص العربات، لهذا تنتمناو من السيد رئيس الحكومة كذلك اتخاذ واحد القرار ديال تمديد التأمين حفاظا على الاقتدار بالوكالات وكذلك بتنقل المواطنين.